على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم التفت إلى فاطمة بنت أسد وصاح صيحة عظيمة وشهق شهقة عالية وقر مغشيا علي، فلما أفاق من غشوته انتحب وبكى ونادى بأعلى صوته: هذه والله فاطمة بنت أسد أم الإمام الذي يكسر الأصنام ويبيد الأوثان، وهو إمام المبين، وهو الإمام المبين الذي جاء في عقله قيش يقرب أقلال الكون ويتم أطفالكم، سيفه في رقابكم قرمود وشره عنكم غير مردود، وقاتل الشجعان ومبيد الأقران والأوثان الفارس الكمي والضغيم الجري المسمى بعلي ابن عم محمد. خليهم يتولفوا مع دوادم. ثم قال: كم ترى عيني من شجاع مكبوب وفارس منهوب قد تركه صريعا يخور في دمه. قال: فلما سمعوا كلاما سطيح وذبوا اليه ليقتلوه فمنعهم بنو هاشم، واجتمعت قريش مع ابي جهل، ونادى ابو جهل: افسحوا لنا عن هذا الكائن، فلا بد من قتله حتى نسقي من دمه سيوفنا ونشفي به صدورنا، وان حلتم دونه لنحل بكم الدمار. قال: فالتفت إليه أبو طالب وقال له: ويحك يا أحس العرب وأنذلها، إني أراك تحث الفرقة الفرقة بين العشيرة ومجموعة من يتكلم بمثل هذا الكلام، وأنت أخس اللئام. ثم عاجله بضربة فحالوا بينه وبينه، فلحقه بعض السيف فشجه شجة عظيمة وصار الدم يسيل على وجهه، فنادى أبو جهل بقريش: يا أهل المحافل ورؤوسها ورؤوس العشائر والقابل، يا أهل المحافل ورؤوس الشعائر والقبائل، أترضون أن تحملوا العار جلوتكم تقول بتشلوا كيف تشلوا كيف الطور؟ اقتلوا صفيح الوهابين وفاطمة وبنيها. اقبلوا الصلاة والسلام.